هو فعلا كل فعل يحتاج الى طاقة، وعشان كده عايز اقول برضو الطاقة دي متفاوتة حسب نوع الفعل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طيارة نفاثة سوبرسونيك محتاجة لكمية ضخمة جدا جدا من الوقود، لكن طيارة بمروحتين هتعوز اقل. عربية 6 سلندر اقل، عربية صغيرة اقل، بسكليت اقل، مركب شراعي يدوبك الريح. فالمسألة متوقفة على نوع الفعل. ايضا في الانسان نفس الشيء، في فعل جسدي وفعل نفسي وفعل روحي، 3 مستويات من الافعال. الفعل الجسدي يعوز اكبر كمية من الطاقة، عشان تجري تسابق تطلع سلم تعوز تحرق كمية كبيرة من السكر وتعوز كمية كبيرة من الاكسجين. لكن الافعال النفسية زي الانفعال، العاطفة، يعوز اقل. النشاط العقلاني زي التفكير يعوز يحرق اكسجين اقل. الخيال يحرق اكسجين اقل. لغاية ما نوصل لغاية المستويات الروحية بقى هنلاقي ملاحظة غريبة جدا تنعكس المعادلة. ازاي؟ الفعل الروحي لا يأخذ منك ولكن يعطيك. العكس تماما. اللي جرب الحكاية دي هيفهمنا تماما. فعل الروحي زي فعل السجود مثلا، لحظة التصرمد ولحظة إسلام القلب بالكلية في لحظة السجود. اللي جرب السجود، السجود بقى اللي هو يعني مش سجود الجوارح، مش سجود ايدين وجسم، لا، سجود قلب وسجود روح، اسلام الوجه تمام، تصرمد، لحظة التصرمد الجميلة دي، لحظة الانسان ما يطرح كل شيء ويفنى. اللي جرب هذه اللحظة يعرف انها لحظة بتشحن الانسان بشكل مجهول. ممكن اذا كان مريض بيشفى، متعب يستريح، يائس يستروح بالامل. ايه اللي بيحصل؟ ايه الاسرار في هذه اللحظة؟ ما حدش يقدر يعرفها الا اللي جربها. اللي جرب هذه اللحظة هي لحظة السجود. ربنا بيقول فاسجد واقترب، فهي لحظة قرب، لأن هذه اللحظة هي لحظة قرب من مصدر كل شيء بقى، مصدر النعمة والنور والمدد والطاقة وكل حاجة. فمجرد أنها تحصل كما يجب أن تحدث بتؤدي إلى شحن. فهي نوع من الفعل، الفعل الروحي نوع من الفعل يعطيك ولا يأخذ منك، بتنعكس المعادلة تماما، لأنه فعل يضيف مش يسلب. أي فعل آخر زي النشاط الجسماني، جري، مش عارف إيه، طلوع سلم، ده عاوز بحالة سالبة لازم أنت تغذيها باستمرار بالفحم والوقود والبترول. الجسم يعتمد على السكر والأكسجين لغاية ما نمشي بقى في مدارج الفعل، بدءا من الجسم للنفس للروح. لما نوصل للنشاط الروحاني فنلاقي المعادلة تنعكس. الفعل الروحاني يضيف إليك ويعطيك وما ياخدش منك، ما يستنفدش منك أي حاجة، لكن بالعكس بيضيف إليك.